والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا الميقان هذه فيها مميز دي مراج في أول مرة، يعني دي ماري أنا مرتين ولا ثلاثة. خدم هاي ما شفتوها كيف تعمل، عاود إنما تخدم إلا الضربة الثانية. طبعا المشكلة هذه الأغلبية يعملوا الكابتر بتاع الأربراكام، يعني الكابتر بتاع البومب اتش بي. تو باش نحلوا نبدلوه ونشوفوا كان إن شاء الله يكون منها الديفو ونرتاحوا. هاي هيكل أهو نكمل معاكم هيكل الباقي. طبعا تعرفوه الكابتر نتاع البومب اتش بي اللي هو سموه كابتر ارباك، فما نسميه كابتر ارباكام وفما نسميه كابتر بومب اجيكسيون، فما كل واحد يسميه. هو موجود نقطه تحت السيبور موتير هذاك اللي باش نحو هيك. طبعا بدلوه نشوفه. ها جبنا واحد اخر، ها باش نجربوا بيه ونشوفوا الديفو منه هو ولا لا. هذا الكابتر القديم وهذا الجديد باش نبدلوه ونجرب. هذا الكابتر القديم وهذا القديم وهذا الجديد. نزعوا له البوره بعشرة، كيك بسوها نفقدوا الخيط بس مقطع ولا حاجة. Thank you.
طب جرب ديماري، نجرب الديماري ونشوفوا تتبدل. ايوا طبعا الحمد لله لاباس، وخدمه من اول ضربه. هكا جربناها ولد ديماري اشترى ضربة، ما عادش ديماري ما تخدمش توا، هكا ولد تخدم اشترى ضربة ونكملوا عاد خيوط ونكملوا كل شيء. الله يعينك. الله يسلمك. احسن هدينا. كاش تاع الشيان، جيبو السيبور تاع Thank you.
كي كبسناه ركبناه في بلاصتو، كل شيء رجع لبلاصتو. هاو باش نعاود نخدم الموتور يمشي ولا يخدم ولا لا. الديفون تاعو الكابتير هذا ما يخدمش، هاكا سي معناتها تو بدلنا له كابتير، ولا امور واضحه يخدم شطر ضربه الموتور يخدم، وان شاء الله استفدتوا من العمليه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.